حضراتكم مشاهدينا الكرام، اينما كنتم اهلا وسهلا بكم في مستهلي الحلقه الجديده من برنامج عادات رمضانيه. معي في هذه الحلقه رئيس الاتحاديه الموريتانيه للالعاب التقليديه مولاي ولنش. اهلا وسهلا بك في برنامج عادات رمضانيه. مرحبا بك مساك. مرحبا بك مولاي. لا تتكلم لنا عن الانشطه الرياضيه في رمضان. بداية أود أن أشكر التلفزة الموريتانية على مواكبتها لشهر رمضان المبارك، وأهني الشعب الموريتاني والأمة الإسلامية بمناسبة حلول هذا رمضان. وبما أن أجواء رمضانية ولهن تم تكلموا بالحسانية، الرياضة مهمة للإنسان كطبيعته من جانب الصحي ومن جانب الذهني، ولها خصوصية ما نبغي نطول عليك مهمية العادية، وذا اللي نتكلم لكم لا عن أهمية هذا الشهر المبارك. هي أولا لهذا الشهر تكون الرياضة أكثر ضرورة وخصوصا للصائمين من أجل محافظتهم على صحة أبدانهم، وكذلك فما الرياضات الذهنية يمارسوا في هذا الشهر من أجل الترفيه والرياضة الذهنية كذلك. كيف كانت الرياضة قديما وكيف تطورت إلى أن أصبحت أنشطة منظمة لها طابع عصري متميز؟ إلى كل حال، بداية نهنك على هذا السؤال باللي مهم بالنسبة عموما للرياضة. هذه الرياضات بدأت مع وجود البشرية به اللي لضرورتها للإنسان. نقول مثلا عن الإنسان اللي يخلق يعود يحتاج لوكيل والشراب، ويحتاج ملي للرياضة من أجل تنمية الرياضة بشقها، تنمية جسد كما يحتاج الأكل والشرب. مثلا نقول عنه يحتاج للرياضة البدنية من أجل تنمية عضلاته، ويحتاج للرياضة الذهنية من أجل تنمية قدراته الذهنية. الرواية الثانية اللي خلقت هذه الرياضة عن الإنسان دائما عنده وقت فراغ، وقت فراغ ما هو موجود في الكون. هذا وقت الفراغ لا بد من يملاه شيء، يتوفر له الرياضة في هذا وقت فراغ شيء قال له الترفيه. مثلا نتكلم عن إيشير صغير، نقولوا إيشير صغير تجبر يرقد 18 ساعة كيف نخلق، يعى 6 سواعي مارس فيهم شوي من الحركات، ديك حركات الرياضة. أي بشر يحتاج لهم، يحتاج تنمية العضلات، يحتاج عن جسمه يبقى جسم صحي وما فيه الأمراض، الرياضة بدنية. ويحتاج لتطوير قدراته الذهنية للرياضة الذهنية. ودائما تجبر كيف مجتمعنا احنا القديم، مثلا لا نتكلم لك عن مجتمعنا احنا القديم، مجتمعنا احنا القديم معيشته اليوميه تعتبر رياضه بدنيه، بل كان اصلا يعتمد على الزراعه وعلى تنميه الحيوانات وفي الريف، وما فهم وسائل التنقل ولا فهم ياسر من ذي الرفاهيه اللي عايشين فيها احنا حالا. معناها عن جسم يقبل قايته من الرياضه البدنيه، تجبريه فقط فراقه يستخدم فيها الرياضة الذهنية. كيف تجبر العليات دائما يلعبوا كرور، والله يلعبوا لاما انا هي مكرور والله شو من ذوك الالعاب، يملاوا بهم وقتهم الفراغ، وفي نفس الوقت هما رياضة ذهنية لهم، وبنفس الوقت الالعاب الخاصة بالرجال. شنو هي الالعاب الخاصه بالرجال؟ الرجال مثلا الالعاب الذهنيه مثلا خاصه بهم دمراه، وخاص بهم رامه، وخاص بهم خريبقه، وما يحصى عندنا حاصين اكثر من 121 لعبه تقليديه، مع ان احنا فهم ياسر من الالعاب قد نعود ومات لنا مات لنا مات لنا مات لحد نتذكره ياك قد يخبرنا به. هؤلاء الالعاب الذكاء العجيب عنهم معقدين، وعنهم الموريتانيين قدوا يخلقوا هؤلاء الالعاب من بيئتهم اللي عايشين بها. كيف مثلا نتكلم لك عن لعبه خريبقه، مثلا انا وزملاء ماشيين في خلال العمل ماشيين في حيوان، ماشيين في حيوان نشتغلوا، ماشيين مع حيوان مردينه والله نلودوا له الماكل والله شيء، وجبار الحيوان هنا شوي نقدوا نقعدوا ونتلاو نلعبوا خريبقه، لا نقبضوا صدرايا حذانا خر صدرايا عدانها يابسين. هذه الحاله لعبه محليه، معناها عندنا ما نحتاجوا
ما عندنا محتاجين عود عندنا رواية ومصنعة عندنا في الخارج، ولا بد من عود ورافدينها أصلا معنا ياك نلعبوها. مثلا اللي نعود نحتاجوا نلعبوا لعبة من اللعبة المتطورة مليار نعود ورافدينها رافدين. وهذا في ملي نفس الشيء بالنسبة للألعاب البدنية، كيف تاقة مثلا، تاقة تجبريها معدلة مثلا من المناطق اللي فيه من النخيل، معدلة من زعف النخلة ولا آلة تلعب بها من 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 النخلة نفسها، وفي المناطق الأخرى يعودوا معدلينها من جلة شذا حتى قبيلة ومحشية من أوبر والله 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 حشيش، والآلة اللي تلعب بها من الصدأ. معناها عنا ما عندنا مستورديش، معناها عنها أمور. أنا لكم مهتمين بالأصالة. إيه بالنسبة لاتحاديتنا إحنا مهتمة بموروث شيء قالوا موروث الريادي. تقليدي الشعب. ونحافظوا عليه، والله اللي نعود سعيد جدا اللي نعود ماشي مثل الاتحادية مثل موريتاني في مهرجان من هاو المهرجانات، والله دوره من هذه الدور، ونعود نعد الكرطاب اللي في الليل ندير فيه علم وطني، تعود فم سعادة خاصة عني ماشي لهي نرفع علم وطني بشي متعلق بالموريتانيين. نقول المسميات اللي نستخدمه في أي لعبة، ونقول الطريقة اللي نلعبوها بيها، تعود اللعبة من نفسها ومذا الممارس بها كامل من أراضينا احنا ومن مجتمعنا، وهذا يعطيني سعادة خاصة عني رافع علم وطني في محفل فيه دول عدو كاملين، وعلم يوكو رافع، واللي نتكلم عنه شيء يعكس هوية الجهة اللي أنا جاي منها اللي هي الموريتاني. الهوية هذا بعض الشيخ أخبار الرياضة قاع هو شفتي في أخبار الموروث عموما عندنا احنا الهوية هذه اللي كيف النار، كيف مثلا أنا اللي تجبريني ماشي لابس الدراعة الدولة تقولي 90% موريتاني، وأنا اللي نشوف كنتي ماشي عندك مسواك دانها تسوي كبيرة نقول هاي بعد غطا موريتانية أكيد، بلي هذه هي مارتنا وهي اللي نقدو احنا نتميزوا بها عن الشعوب الاخرين، ما نقدو نحضروا نتميزوا عن شعب بشي ما هو جاي من تراثنا، وتراثنا الحمد لله تراثنا الحمد لله تراث جيد، والاباء والاجداد صنعوا فيه ياسر ومجدوه بياسر من شي خص بينا احنا خص بينا احنا. ما العلاقه بين الرياضه والصوم؟ نقدر نقولوا عن الرياضة والصوم عنهم علاقة من جواد من اللي تتعود من أقوى العلاقات باحتياج جسم الإنسان للرياضة أكثر في رمضان، نتيجة عن الإنسان اللي عنده وقت محدد سواء محدد في الليل لا يوكل فيهم ويشرب فيهم وعمل فيهم ذاك اللي يعمل، وهذا طبعا فما لا يتعود فما نسبة من السكر ونسبة من الدهون ونسبة من الهرويات، هذا محتاجين الرياضة بدنية من أجل عن الجسم يحرقهم إياك ما يبقى ترسبات في الجسم، معناها عنها ضرورية من أجل صحة الصائم. الجانب الثاني اللي هو جانب الرياضات الذهنية ملي الناس تمارسه بصفة عامة، يسوى أي رياضة ذهنية تمارس تقريبا التفريق والضغوط النفسيه خصوصا على الناس اللي كانت واحله في اعداد مائده الافطار وذاك النوع، والناس اللي تقول لك قصروا النهار معناها عنها اللي تقتل بها ايش من الوقت، وفي نفس الوقت هي رياضه ذهنيه. طيب ما ابرز الرياضات التي كانت تمارس في ليالي رمضان؟ الى كل حال الرياضة دائما متماشية مع هذا الشهر، وخصوصا الناس القديمة الرياضات اللي كانت تمارس في رمضان دائما نعود في النهار اللي نعود مثلا الناس صايمة ما عندها ياسر من العمل، كيف الرجال يخطوا ظلامة والله يخطوا خريب اللي هي رياضة ذهنية اللي حد في النهار صايم صعيبة عليه رياضة بدنية في انتظار مثلا وقت الفطور، وفهم اللي الرياضه اللي هما طبيعه حالهم عنهم الرياضه البدنيه الناس القديمه لا كانوا جابرين منها قدر صراحه، به اللي حد يفطر عنده مثلا شم الحيوان لا بده يقيس وسكن ويحلبوا ذاك النوع اذا فيه رياضه بدنيه في حركه ايه خليك لي ومعم اللي عنهم دائما قاعدين يحسوا هما عنهم محتاجين وقت اكثر، كيف عود القمر زين في رمضان يقدروا يلعبوا تاقه والتركي يلعبوا نقاش وشياك نبتو ايه يمارسوا توفي واخذوا عنهم ذيك الطاقه الزايده اللي اكتسبوها من مائده الافطار.
بالنسبه للنساء هما اللي في النهار يا يمارسوا مثلا ذوك الالعاب اللي يمارسوا النساء اللي وقتهم القديمه هي كيف الكرور وكيف الكرويات و مايدة ولين لين هما اللي مايدت الفطار يعودهم تعبدني وعودهم عودوا يحتاجوا هما اللي ضغط نفسي عودوا يحتاجوا عنهم يواخذوا ذاك الضغط مثلا يعدلوا ذوك السهرات العاديين اللي يعدلوا على كرور والله السيق يعدلوا برا من السيق والله يعدلوا لعبه من الكرور ويمارسوا هذا وهذا كامل ضروري للصوم وضروري لصحة الإنسان البدنية والذهنية. هل كانت هناك رياضات تمارس في نهار رمضان قديما؟ طبعا طبعا الرياضات الذهنية كانت الناس تمارس ويزداد كاع ممارسهم إلى الآن في النهار ما دام شخص عنده فراغ كيف اللي كيف مثلا فراغ عند الانسان نختار نشرح لك شوي ينتقص وينزاد كيف مرحله بدايه العمر عود طويل شوي مرحله مثلا العمل الشخص عود منتج وذا النوع ما يعود قاعد يجبر فراغ قد يعدل في شيء مرحله من العمر ما اللي كيف نقولوا احنا المسنين وذا النوع حد منهم صايم وذا النوع عود مات لك باله عنده ياسر من السواعي النهار عاطيه للعمل يعود وهم سواع لهذا من نهار رمضان يعود طويل ويعود لابد من يلعب لاما والله يلعب رياضه ذهنيه خصوصا فهم الشباب على كل حال انا بعد متذكر عني محد اني ارماضيني الاولين عييت نلعب بالون انا صايم ونعرف عن الشباب اللي قد يعودوا عدلوش منها خصوصا ارماضينا الاولين كانوا زمن الشتاء وكان يعود جو مناسب فيهم انك تقدر تعدلي 40 دقيقه والله ذاك من لعب بالون كامل يدخل في نطاق تقصير النهار الوقت. شنو هي نوعيه الالعاب الرياضيه بصفه عامه؟ بصفة عامة الرياضة احنا دخلنا الرياضة دخلتنا الرياضة تمارس عالميا الرياضة هنا انتشارها متعلق بشعبيتها كيف مثلا كرة القدم عندها شعبية كبيرة ما شاء الله وتمارسها الشباب كامل هون ومهتم بها كامل وتجي في الدرجات الاخرين الرياضات المعمول بهم الممارسين كاملين في العالم يمارسوا عندنا هون الحقيقه اللي هي الحقيقه عني انا اسوء شيء يمارس عندي حالا هي الالعاب الالكترونيه هذه الالعاب الالكترونيه عندهم تاثيرات سلبيه على خصوصا على الشباب على المراهقين على الذهن وجبوا امراض التوحد وجبوا هو اسمه وعادوا طاقين من اللي صراحه حتى طاقين انا ننصح الاسر عنهم يشجعوا ابنائهم على ممارسه الرياضات الذهنيه الجماعيه هم اللي يطوروا الذهنيه يسوى اي رياضه غير تعود جماعيه به اللي هاو الالعاب الالكترونيه مسببين ياسر من امراض التوحد حقيقه وحكما وثانيا عن ممارستهم دائما لا قدر الله توصل صاحبهم لنوع من العيش في عالم ما هو حقيقي وتاثر بش من روايات ما هم حقيقيين ولا لا يصلحوا وعادوا للاسف الشديد منتشرين حتى وممارسين بصفه واسعه خصوصا عند الشباب. ما هو برنامج الاتحاديه الموريتانيه للالعاب التقليديه؟ هاي الاتحاديه على كل حال هي اتحاديه بالنسبه لي انا بعد شخصيا بالنسبه لي مميزه والعمل من اجل نجاحها وتحقيق اهدافها نعتبره عمل وطني ونعتبره عنه ما مليالتو قاعد خاص باتحاديه ولا خاص بشخص اللي عندها جانب هذاك التراثي اللي هو المحافظه على مروض الرياضي عندها ذوك التوجهات اثنين هو توجه الرياضه به اللي هذو الالعاب ملي والرياضات القديمه عادوا عندهم حضور عالمي وعادوا حتى عنهم يستخدموا كيف مثلا مركز خاص باطفال التوحد يعدلوا اتفاقات مع هذو الالعاب من اجل توفيرهم لاطفال التوحد اللي يدخل في نطاق علاجي وعندها هدفها الرياضي كجميع الاتحادات ممارسه الرياضه اللي تعود ممارسين الرياضه خاصه بنا احنا انا نرى عنها اكثر تساعد على المحافظه على هاي الرياضه وانتشارها في اجيالنا القادمه ومن خلالها نحافظوا على هويتنا كموريتانيين وجانبها الثقافي هو اللي يصب فيه الجانب الرياضي نحن نعمل في هاي الاتحادية على أساس عن هؤلاء الألعاب ذاك اللي من دثر منهم نحاولوا عنا ننظو عن القبار وعنا عدلوه ممارس ونعدلوه معروف بين الأطفال وبين الأجيال وعندنا أنشطة تستهدف المدارس تستهدف الأجيال اللي
اللي صاعده. الحمد لله عندنا مثلا الاتحاديه الموريتانيه حاضره في جميع المنظمات الاقليميه العالميه اللي مهتمه بهذا الموضوع، كيف عضو تنفيذي في الاتحاد العربي ونائب رئيس اتحاد المغرب العربي وعضو في الاتحاد الافريقي واي اتحاد خاص داخل في الالعاب التقليديه الاتحاديه حاضره فيه، وفيه رايت موريتاني وفيه منصب الموريتاني وفيه موريتاني حاضره فيه كالاتحاد العربي للعبه الكبادي، موريتاني عضو مؤسس لعبه الكبادي، هاي لعبه يسمونها الاسيويين الكبادي، يقال احنا هون عندنا قال الهيب، هي لعبه عضليه نسعى وصى من اجل عن هؤلاء الالعاب يبدا يتموا محافظ عليهم وتموا ممارسين، نسعى عنا نعود عندنا قوانين تجمعنا مع دول الجوار، مثلا نقدروا نعدلوا دوره كيف اللي تعدل في بالون والله تعدل في التنس والله في الجيدو بين الدول العربيه، نعدلوها باش الدول العربيه كلهم عندها خصوصيتها الرياضيه، نقبضوا لعبه والله ثنتين ونتحدوا لهم قوانين من اجل عن يقدروا يعود فيهم فايز، مثلا موريتاني فازت فيهم موريتاني والله فازت فيهم الجزائر والله اي دوله اخرى. هذا يدخل في نطاق المحافظه على هاي الالعاب وبقائها موجوده لدى 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 الموريتانيين. شكرا جزيلا على كرم الضيافه، ونتمنى لك صوم مقبول ورمضان كريم، كل عام وانت بألف خير. في نهايه هذه الحلقه مشاهدينا الكرام من برنامج عادات رمضانيه، الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام، والشكر للطاقم الفني الذي اشرف معي على اعداد هذه الحلقه. إلى أن نلتقي في حلقة قادمة من هذا البرنامج، لكم مني أطيب المنى، في أمان الله وحفظه، إلى اللقاء.